السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عصام كابلي معكم. اليوم إن شاء الله هتكلم عن الإلهام ومصادر الإلهام. الآن جميع الفنانين بمختلف أنواع فنهم دائما نبحث عن الإلهام. بالنسبة للمصورين قد تحصل أوقات من فتور في الإلهام، يعني المصور ممكن يجلس يوم ويومين أسبوع شهر ما عنده خلفية إيش ممكن يصور. الرسام ممكن برضو ما يعرف إيش ممكن إنه يرسم، في عنده يعني نضوب في الإلهام، في الإيتاء بجديد. فهنتكلم إن شاء الله اليوم كيف ممكن نحصل على الإلهام من العديد من المصادر بحيث الإنسان أو الفنان يصبح متجدد باستمرار. فالآن هنتكلم عن أول شيء، النقطة الأولى اللي هي الاطلاع على أعمال المصورين. الآن من الجميل جدا أن يكون عندك مكتبة تصوير أو مكتبة فنية بشكل عام متنوعة المواضيع. يعني مثلا أنا عندي هنا كتب، بعض من مكتبتي الكتب اللي عندي يتكلم مثلا زي كده، هذا المصور أنسيل آدم، مصور طبيعة مشهور جدا يصور بأبيض والأسود، وهو الستايل اللي أنا أصور فيه. أعماله المطبوعة هي عبارة عن المنتج النهائي اللي هو بيشاركه مع الناس. انت ممكن طبعا تطلع عن طريق مواقع الانترنت لكن لن تكون بمثل جودة انك تراها مطبوعة، لان اذا رأتها مطبوعة فهذا هو ما هو الفنان حب في الاخير انه يصوره وانه يعني يفرج للناس. فمثلا زي كده الابيض واسود. مثلا كتاب اخر اللي هو ناشرال جيوغرافيك كفر، اغلفة المجلة ناشرال جيوغرافيك، يعني ناشرال جيوغرافيك من المجلات اللي هي فعلا تعطيك الإلهام في تصوير الطبيعة وتصوير المواضيع الإنسانية وتصوير مثلا الوايلد لايف الحيوانات وغيرها. فمن الجميل أن يكون عندك حاجة زي كده. بالإضافة إلى مثلا هذا كتاب عن الفن بشكل عام، Story of Art، يتكلم عن الفن مش على شيء محدد ومش عن التصوير، غالبا بيتكلم عن فن كرسم ونحت وغيره، وبيتكلمك عن تاريخ الفن، وهذا أمر فعلا جدا رائع. مثلا برضو كتاب زي هذا من يغطي حياة مجلة لايف. مجلة لايف ماجازين كانت هي ما كان يعتمد عليه تقريبا العالم أجمع في أنه ينظر إلى مشاهد من الحياة اليومية. فتحصل هنا أعمال مصورين معروفين وأثروا في تاريخ التصوير الفوتوغرافي ونقلوا مواضيع جميلة جدا عن حياة الناس حول العالم، مثلا المصور دبليو يوجين سميث. هذا المصور يعني يعتبر من المصورين اللي أسسوا التقرير الإخباري بالتصوير، إنه يذهب إلى مكان ويجلس مع هؤلاء الأشخاص ويصور حياتهم اليومية على شكل مشابه للمقال. فكان يعتبر من رواد هذا الفن، وبعض الناس يعتبروه إن هو مؤسسه بشكل عام. هذه الأشياء الجميلة إنك يعني تعرفها وتقوم بها. وممكن برضو تقليد الأعمال، يعني مثلا أنسيل آدم عنده عمل جدا رائع اسمه شروق القمر، وشروق القمر طبعا عمل جميل جدا مشهور، تقريبا كثير من المصورين يطمحوا أن يكون لديهم شروق القمر الخاص فيهم، وأنا عندي يعني عدة محاولات هنشوفها. فهذه المحاولات أنا لتصوير شروق القمر بأجمل طريقة ممكنة. فلا يوجد مشكلة أنك تقلد أعمال المصورين الكبار حتى يصبح في الأخير عندك أسلوبك الخاص فيك. بعدين في أشياء أخرى اللي هي مثلا الاشتراك في مجلات تصوير. من الجميل أن تكون عندك بشكل شهري مجلات تصوير أو فنون تشترك فيها، والآن أصبحت جدا سهلة، كلها عبارة عن نسخ رقمية. مثلا لو كان عندك تابلت حيكون رائع، لو ما عندك تابلت حتكون مثلا على الكمبيوتر فما عندك أي مشكلة. مبالغ رمزية يعني خلال سنة كاملة ممكن تحصل اشتراك ب24 دولار، ب50 دولار، حتى لو 100 دولار، فأنت تتكلم عن سنة بكاملها بتاخذ معلومات جدا جميلة. هي ما بتوصل أصلا 100 دولار، يعني حدود 50 دولار يعني بشكل عام. فبتحصل على مجالات الرقمية
بتحصل مثلا زي موقع زي ابلكيشن وتطبيق اسمه زينو، بتحصل داخله مجلات عديدة ممكن تشترك في بعضها. انا شخصيا يعني بشترك عندي حدود 4 إلى 5 مجلات، من ضمنها ناشونال جيوغرافيك، من ضمنها اوت دور فوتوغرافر، من ضمنها رسم رقمي وغيرها. فهذا مصدر جميل انك باستمرار تكون على اطلاع بما يحدث حول العالم من فن بشكل مستمر. بعدين في شيء بعض الناس ما يكونوا يعني منتبهين له، اللي هي الافلام. الافلام مصدر غني جدا للمصور، بحيث المصورين السينمائيين بيكون عندهم القدرة على خلق مشهد جميل جدا، لأنهم هما يسموهم سينما فوتوغرافر. السينما فوتوغرافر لكل فيلم يوجد مخرج سينمائي يقوم بإخراج الفيلم بالكامل، ويوجد مخرج تصويري وهو من يقوم بتصوير اللقطات، وهم مشهورين جدا يعني بعضهم بيكونوا فعلا لما تشوف الفيلم فكمصور بتلقط عينك الإضاءة الزاوية، بتعرف إنه اللي صور هذا ما هو شخص عادي. وفي افلام رائعه كثيره زي كده ويصعب عدها، ولكن انا حذكر لكم ان شاء الله 2. واحد اسمه روجر ديكنز، بتشوف اعماله في اخر فيلم اعتقد ناس كثيره شافته اللي هو 1917 فيلم الحروب، وبتشوف ايضا في فيلم قبله اسمه بليد رانر اعتقد طلع السنه اللي راحت. فيتفرجت على هدول الفيلمين فانت بتشوف تصوير ومشاهد في قمه الابداع والروعه من زوايا ومن مناطق جدا جميلة، وهذا كله حصل لأنهم فنانين حقيقيين من ناحية الفن، فن التصوير والإضاءة، وبالذات موضوع رؤية النور والإضاءة، بالذات إنه المصورين اللي بيشتغلوا في السينما بيكون عندهم خبراء في الإضاءة فقط، يعني خبير إضاءة يمتلك جميع أنواع الإضاءات اللي تجعل المشهد تتحكم فيه بشكل كامل. وممكن على الانترنت تحصلوا بعض مشاهد اللي هي ما وراء الكواليس لتصوير هذه الافلام، وتشوفوا قمه الابداع والتصوير اللي كان فيها، بالذات انه كثير منها بتكون تصوير حقيقي مش يعني شغل بالكمبيوتر. ف يعني بشكل عام هذه كانت انا موضوع اليوم، اين تبحث عن الالهام واين تجده واين مصادره. فان شاء الله تكونوا يعني استفدتوا من هذا الموضوع. طبعا حاولوا دائما تصوروا، انا اعرف انه الوقت الان هو وقت عدم خروج من المنزل، واغلب الوقت الانسان جالس في المنزل، ولكن حاول انك دائما باستمرار تلتقط تصوير لاي شيء. ووعد واحد المصورين قال يعني اذا صورت كل يوم صوره، وهذا كان مشروع يعني تحصل بعض المصورين يصوروا كل يوم صوره، ومثلا يعمل صفحه يسميها 360 صوره اللي هي على مدى السنه، لانه بيدفع نفسه انه كل يوم يلتقط صوره بغض النظر اذا كان عنده الهام او كان ما عنده، وهذا بيساعده بانه بيكون قادر على رؤيه الجمال حوله ورؤيه الاماكن حوله واستمرار ابداعه. في احد المصورين اللي صورت معاهم، هم من المصورين المشهورين جدا على مستوى العالم، اسمه جوجل هيسلر. فجوجل هيسلر او جريج اختصارا هو ما شاء الله مصور يعني له فوق 70 غلاف لمجله تايم ماجازين، له أشياء لا تعد ولا تحصى من الإبداع والفن حقيقة، يعني فنان فنان يعني. هو الراجل الحين بيدرس تصوير في إحدى الجامعات في أمريكا، وعمره فوق 60 يعني، وتدرب مع مصور نيومن. مصور نيومن هذا المصور يعتبر أب تصوير البورتري البيئي، اللي هو انك تصور الناس في بيئتهم، يعني تروح عند دكتور تصوره في عيادته، تروح عند شخص معين وتصوره في بيئته. فكان هو يعتبر اب هذا التصوير، وهو من ابتدأه بشكل عام. فهذا المصور بيقول لك انك ستجد موضوع لتصويرك في متر مربع حولك، يعني في حدود متر مربع الى متر مربع حولك بتحصل شيء جميل انك تصوره. فدائما انظر الى هذه الاشياء الصغيرة اللي ممكن تعطيك الهام كبير، وانظر الى فنون عديدة، انظر الى النحت، الى الفن، الى الرسم، الى اي شيء. يعني مثلا خلينا نتكلم عن الفن بشكل عام، الرسامين. الان الرسامين هم من ابتكروا نظريات كثيرة في علم الاضاءة، من ناحية انك كيف تستخدمها لاسلوبك. يعني مثلا احنا كمصورين مثلا يقول لك اضاءة ريمبرانت، هذا مصور، هذا عفوا رسام، ويتميز باسلوب اللي هي جميع صوره بورتريه اللي عنده بتحصل فيها زي مثلث بيكون من ناحيه
الناحية البعيدة عن الضوء على الخد اللي هو معاكس لمكان تسليط النور، وهذا مسمينها مثلا إضاءة ريمبرانت وبورتري ريمب، والناس بتصور بدأ الأسلوب. يعني واحدة من أسليب التصوير المفاش من فين جات؟ جات من الرسم للتصوير. فالاهتمام بالفنون المتنوعة جدا جميل، وكلما طالعت في أعمال الناس القديمة المصورين فبتحصل على قدرة من الفهم العميق للضوء. بالإضافة إني أنصح كثير من الناس إنهم يمارسوا الرسم أو إنه يأخذوا دورات في الرسم حتى لهم مصورين، يعني عشان شوية يفهم تنوع الضوء وأهمية الضوء والظل والظلال وكيفية إنه يخلف في المشهد عندك، يكون المشهد أجمل وأجمل. فهذا كان موضوعنا، إن شاء الله يكون عجبكم، ورحب باشتراككم في قناتي، قناة عصام كابلي لتصوير الرحلات، ومتابعتي على السوشيال ميديا على عصام كابلي فوتوغرافي، وشكرا لكم.